بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكل قناع دور محدد للبشرة، فهناك قناع للتفتيح وآخر للترطيب وهكذا. غير أن قناع الطماطم هو خيار شامل يقضي على العديد من مشاكل البشرة كالحبوب، البثور، البقع، جفاف، تجاعيد، كما أنه يمنح بشرتك حمرة طبيعية وتبدو نضرة طوال اليوم. تحتارين من كثرة الوصفات الخاصة بالبشرة ومشاكلها، فيمكنك الآن الاكتفاء فقط بقناع الطماطم، ولكن مرة في الأسبوع، والتنويع بالوصفات الأخرى. من مزايا هذه الوصفة لأن الطماطم تحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة والتي تحارب الخلايا التالفة والتجاعيد، كما تحتوي الطماطم على الفيتامين سي الذي يعمل على تفتيح بشرتك وتبييضها والقضاء على البقع الداكنة. هي كذلك مضادة للبكتيريا والفطريات، لذلك يقضي على الحبوب. نأخذ نصف حبة طماطم، نصف حبة طماطم متوسطة الحجم، ونأخذ معها دقيق الشوفان. الشوفان في هذه الوصفة يعمل على زيادة ترطيب بشرتك وإعادة الحيوية والنضارة لها، يحميها من الحبوب والرؤوس السوداء وكذلك تصبغات الجلد الناتجة من ظروف الجو خاصة في هذا الفصل وعدم اتزان صبغة الميلانين واضطرابها. وكذلك في الشوفان في هذه الوصفة يعمل كمقشر لطيف جدا ويجعل بشرتك أكثر بياضا وصحة. بالنسبة لمن لا يتوفر لديهم دقيق الشوفان، البدائل هي أولا الدقيق الأبيض، أي دقيق المخبوزات، أو الحليب البودرة أو حليب الأطفال، وكذلك يمكنك استخدام دقيق الحمص، أو كذلك يمكنك استخدام دقيق الأرز، أو كذلك يمكنك استخدام حتى تفل القهوة، أي بقايا القهوة يمكنك استخدامها في هذا الماسك. نأخذ نصف حبة الطماطم. هذا الماسك رائع جدا خصوصا للمرأة العاملة، قلت يستخدم لمرة واحدة فقط في الأسبوع، أي بآخر الأسبوع يمكن للمرأة العاملة استخدام هذا الماسك، رائع جدا، يجعل بشرتها نضرة بيضاء وجميلة بدون مكياج طيلة أسبوع العمل. نضع نصف حبة الطماطم بهذا الشكل في دقيق الشوفان، وبعدها على بشرة نظيفة دائما يجب تنظيف البشرة، نقوم بعمل فرك للبشرة، بشرة الوجه كذلك الرقبة، لا تنسي الرقبة أبدا عند وضع أي ماسك. كذلك يمكن تمرير هذه الوصفة على يديك كذلك وذراعيك المرفقين وكذلك الركبتين، رائع جدا ونتيجته فورية. فقط لمدة 5 دقائق قومي بعمل هذه الحركة، بحركة دائرية قومي بفرك بشرتك، وبعدها اشطفيها بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات. بهذا الماسك أو هذه الطريقة بشرتك ستنعم بالبياض الرطوبة. ولكن بالنسبة لصاحبات البشرة الجافة جداً، أنصح بوضع قطرات بعد وضع أي الشوفان أو أي مكون من الذي ذكرته. نضع قطرات من أولا زيت جوز الهند، غير متوفر زيت جوز الهند يمكنك استخدام زيت زيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا
أو زيت، أي نوع زيت متوفر عندك يناسب بشرتك يمكنك استخدامه. أفضل كذلك زيت السمسم، رائع جدا لذوات البشرة الجافة جدا. صاحبات البشرة الدهنية عفوا، أنصح بوضع قطرات من عصير الليمون للمزيد من النقاوة، التألق والجمال والبريق الفوري للبشرة. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل، كذلك المرضعات. البنات يمكنهم استخدامها وبكل أمان، حتى الرجال يمكنهم استخدام هذه الوصفة، تعطي جمال لبشرتهم. قلت استخدام هذه الوصفة لمرة واحدة فقط في الأسبوع، وكالأيام الأخرى يمكنك التنويع في الوصفات. هذه الوصفة تناسب كثيرا المرأة العاملة، لمن طلبوا مني ماسك يغنيهم طيلة الأسبوع عن وصفات أخرى بسبب انشغالاتهم. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.